يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيث مثلا يرود أبو الحسن الماوردي رحمه الله عن محمد بن الحارث الهلالي رحمه الله إن انزل جبريل عليه السلام غفن في محمد صلى الله عليه وسلم ذشو يا سيدنا إنيس إني أتيتك بمكارم الأخلاق إنيس بغالد الصفة في الهانة الصفة نصرف قام إساثيلين ثذر في العبد أتقرز دي الدنيا أين سريذير ثذر في الهانة الأخلاق ذين يعني الصفة نصرف قام وذو بقين ذي الساس تذر في العبد نصرف قام ذي الأخلاق إنيس دشو يا أخي جبريل إنيس خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إنيس دشوثت يا أخي جبريل دشوثت تقنيه يغال جبريل عليه السلام يغير وني تدش قانا سيد رب الخالق سبحانه وتعالى بعد يغير ضغيم ذغورس إنيس سيد ربنا كدي تسمر إن الله أمرك أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تعفو عن من ظلمك. إنيس إذن خزرت كان يعني سيد رب الخالق سبحانه وتعالى دش قان جبريل يروح يدغر النبي صلى الله عليه وسلم أسي قرق واكد الصفة ذي الهان ذا شوثت يا أخي جبريل إنيس أتعفوض أتمر رسول معروفة أتوخر ذي الجهلة إنيس ذا شوثت يا أخي جبريل ذا شوثت صفة ذي بعد يغير ميت سيد رب الخالق سبحانه وتعالى بعد يغير إنيس أكيد يتسمر سيد ربي أتسمليلد أتسمليلد وين تيخزمني ذيك شتسمل أتمليلد أتسمليلد ذيز وين كني كي حرمن هذا الشكرك شيني وين كني كي ضيمن هذا استعفوه. سبحان الله خزرت كان يث مثلا الصفات يعني قرن العلماء النوذ في الأصنع رضي ربي ثقيد الآية القرآنية 399 ذي سورة الأعراف يقرد سيدي ربي ذكس خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. انك ذيوث لا يرمى كارم الاخلاق الصفات لها مرة نزدخل ان لا يجن قوين سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى إلت جميع مكارم الاخلاق ذكس إلت. سبحان الله. اذا ما نكشم التفاصيل الايه يجن ادي قار سيدي ربي خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. خذ اذا جن ادي قار الدم أكي قال ألفذ أثناء رغورك أولا قيم ما دين خذ ما دين ألفذ ناس تنذ آخ نكون نقار آخ إذ القليل العفذ كدين ما قال رمى ركي ما رستنذ أخ على خطر الإنسان ذي الطبيعين سيحمل وناسينين أخ وما قدينين العفذ أقدينين أخ العفذ أمكشينين أعقل بلين ذي الحاجة لكن فعنا ركدي فكو دي تسكر الحاجة ركي دور ولكن تكشي العفذ دشو ما ركدي فيك أكدي فك أين ماشي ذين يتسدو مالا أكني فغيف كأكدي عبد ماشي ثيك شي نسو تسدو مالا ويتسدو مالا وينك نكدي فك أكني ولكن الإنسان المؤمن ويحمي لنا ذي مدة فوسيسي العبد سينين أخ أي خطر شي مين وذي الطاير ذارا سيدر بالخالق سبحانه وتعالى نحمل ونا في ضيف ندنسى وحدس إن سيدنا موسى عليه السلام سيدي ربي إن اسمه ذاك الله الحاجة كان كثمش تحت ماذاك الله ضيف غيرك ما معليش إن لا يا موسى لا تسأل غيري إن اسمه الطيف على الغيرينو الرسول صلى الله عليه وسلم كي يخدمنا إن اليد العليا خير من اليد السفلى أفوس يتسكن أخر أفوس يتسدمن. إذن معناه أنشتاقي مرة زينك دي كنت كفوس العبد إلا قل الإنسان يستغني فيك شي العبد ويطيب هذا إياه ولكن سيدي ربي مالك ديني أخي لقى تسنديضي أتسنديض أتسنديضي فاسنيك غير غورس أتسنديض إير بيك إثيك شين سيدي ربي على خطر فيك شين سيدي ربي وتتفكر كدي تياق فارا ذين يتسدو من وسيدي ربي سبحانه وتعالى أذ يغضب في الله ماذا قلو تضييف دارا إي عفذ بلك هذا سنة في كيدي وذي حاجة مساقيا أسكن أهذ أج ما غص ماذا قلت عاود تسي زمر استازاي ثار دي زي غرغورك ولكن في استياثي فردان إذا ما كير بوي قفري دي موش هذا تضيف ولكن وين غدي خيخر ماذا قلت تضيف ضرد يغضب في الليش يغضب أفين وثنظل وثنظيف هذا إذن ثيك شين سيدي ربي أني وين تيفن خذ
وماذا قال الله تسمح السيدي سيدي ربي ذا شيك دينا اللي قال خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ماشي تيك شي دونيث وحدش ولكن هي قد قرا كار فتت ذين ثلاث ساعات دونيث ثلاث ساعات يا خرف اينك افاثر بحد دونيث افاثر بحد يا خرف كيف كيف المكارم للاخلاق ماشي كيف كيف ماك ديني ماك ديف كيون يوث الحاجه اكشي ديف كيخدم ماك الخير ديس ولكن وين كيخدم من الخير 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 اكثر انسان اقدم ميم كاتشي تسيسل شوف وزي كشاتشي دي سيسل في حمايه الطيور ذي غاشي وين نحمليك اكثر ماذا وين اكسيديت اكسيديف كان وكمي لا مكاتشي تسيسل وين ماشي ذا حمايه كيحمي ولكن سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ميدينا خذ معناه اديكر ذخي التمسيق غادي في كاكا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ذينك السودان غال ذينك السودان غال جنث الله اكبر كان يثمثل إذن العفو أيدس أخزر كان سيدي ربي سبحانه وتعالى غادي يتسمر بلي ماذا نعفو أتعفو ذي العفو ذي مكشيني ميز توران المجتمع ماذا قلنا يخضط العفو وانت سمي عفيرك وذقو غرانا دارت فوق ثمسالت خطر كشيني موث عفو ذارنا التاروث غلط ذارا حاشا غلطات غلط كل ابن آدم خطاء ويخور وخير الخطائين التوابون الذي قرر الرسول صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم مرة ذي آدم عليه السلام من ذي عفذان قالوا ذي دوني دل غلطة ريلي حاشا سخسر ريس خسر حاشا غلطة ري غلط إذن تقوي يكد أكني غيث غلطة على غلط إغلطك ما كي عفذان مكشيني إذن تقوي يكد ذا استعفوض ونسان ذاك يعفو شوين إساثي زيد توذر كاقيم إذن العفو يحمليت سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى لو خزرت كان يثمثل اسم من يمنيش العفو اسم من يمنيش الغفور اسم من يمنيش الرحمن الرحيم اسم من يمنيش العفو ذي الغفور وقبل ذي خلق العبد إما لي عفو وقبل ذي خلق العبد فريغفر هذا خطر اسم من يمنيش الغفور إذا رب اللي يعفذني غادي أراد يخلقكني حاشا غلط راه يغلط وفي يضرب ذي العفو ونتسادس يعفو اسم من يمنيش العفو اسم من يمنيش الغفور سبحانه وتعالى كان يثمثل من كل إنسان مريلين يعفو على حسب درجة العفو يتعفوه على حسب ان الرفعة غيرك يرفض سيدي ربي الدرجة ينك تلحوم على حسب وكني تعفوه ما تعفوه أكثر من دون مرة غيرك يرفض أكثر من دون مرة كان يثمثل على حسب الدرجة اللي عفوين كذا عفو ذا الرحمة سعيد قويك أفل خلق سيدي ربي أكناك يرفض سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى سبحان الله إيقعفون أني حشا الكرام حشا قد يسعان العزة حشا قد يسعان الكرمة حشا قد يسعان الرقزة يسعان المروءة حشا قد يسعان الشخصية حشا قد يجهدن إيقعفون سبحان الله الضعيف ولا عفرة الضعيف يزمر ما تقلت غيض الكفوسيس يزمر كي محق أي خطر ذيوث الفرصة وتسالى كل فريد ولكن ما تغريد الفرصة اللي تغيض الكفوسيس بلاك هاث ويسن تمسلتك ندار الثفا ولكن القوي يعفو سبحان الله كان يثمثن أقوى الأقوياء سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى وذن سيدي عفون وذن سيدي خلقنا العفو اسمس العفو الله أكبر كان يثمثل وسيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى أمكن يرنو يس إونك نجي عفونك ماشي أماكن نقارك أن كنين ماذا قلت تعفيض سي إونك إن أغاث وين يقويث مدلوث أو هنا يقويث يتوكس في الناس يخدر خطر يعفيس لا لا سيدي ربي إكس عزون سيدي ربي إكس دلون سيدي ربي قرفذن سيدي ربي إكس رسولين كتنين ماذا قلت جعيض داوذ العزينك سشينك نقص سحينك نقص دريينك لا أطاس إكس عان وسعي لالا العزان تصل العيفة ذي إكس عان الشي ذين وقبل لالا العقل ولكن وذن تمقين لا مدن وسنفكر ربي استفاد العالي ساتن شويين مدن قبري تمقين أمكن ترانسبارون وذن شويين لا من باوة وذن شويين لا وخصنا لذي الدريا ولا ذي الشين ولا ذي الجهدة ولكن وسنفكر ربي العزة خطر نونيف غلط داوين العزة سفاس سنسناتي داوين ولكن كشيني المؤمن ماذا قلنا شكر العزة إنك في سيدي ربي في الحي وانت متثارنا في الحي الذي لا يموت أشوف كربي قدر غير وذ ميكو من كزران ذقو مشتو حالة ماذا مقران من كزران ذي كحمي كا تجين إذ صفان يقحب سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى قرض الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله بعفو عبده إلا عزا وما تواضع العبد لربه إلا رفعه إن الصدقة ما تشفك الصدقة ونقص هذه المال أين تفغط تكستد الصدقة ونقص هذه المال نينك سيدي ربي ما قد يخلف وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدقة ونقص هذا إنك ما قال تعفيض إغماك يعفض مكتيني وس قرارة تمدلو ذا صبد العز ركي يرنو سيدي ربي ذا الكرامة وس قرارة ماذا قلت قدر انك مدن قلت عقيد بليلة كي دحلات صدر هيك يجمر على هذا دحلات كدوني ذا قلت شو ومقدر ذرا ولكن زمر
أنسل إنسان متواضع ميكي خزر العبد غير وذم أكي حمل بلا ما ينوذ فليه وما زاد الله بعفو عبده إلا عز يقرد وما تواضع العبد لربه إلا رفعه إنسان ما يتواضع في سيد ربنا كي قال كي يدوم الدنيا ليغ يصب بمانيس سيد ربنا بذت يرفع تواضع وانتسان سيد ربنا يرفض الذسو الله أكبر سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى يوم رغد غفية جيم خطر العزة ما كدلنا أرغصي الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون منافقو ضررا يجعل العزة سد العزة تيديوي إذن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى قال وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم إيه قد تعفون إيه قد جمدي يحقنون إيه قد تسلوا ممارا إيه قد تسوم أتعفوض وتسوم إنك سيد ربي أذك يعفو أذف غمارة أذى ونعفو سيد ربي أعفوث أو نعفو سيد ربي وين يعفن أذى سيعفو سيد ربي يقرد فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين إنك وين يعفان وين يعفان يجدي يحقيس الأجر يصغر سيد ربي وسيد سروح على إنك ماشي تحمل يحمل وين ميت عفية لكن يضيميك وتحمي على وين ولكن تجد الأمورك الأمورك نيك تجطن الدين كيني ميك شنو في غيرك يروح لجرينك ماذا قلت تعفيض سيد ربي رجرنك هذا كتير فيه فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين يقال فاعفوا واصفحوا إذ كي يغضى الأمر يقال فاعفوا واصفحوا يقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم غي وياث المغفرة سيد ربي ذي جنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضه السماوات والأرض يوم يغمد استهجد سيد ربي قد أعدت للمتقين أني والمتقين سيد ربي الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس وإذا كي يعفون يعفاد يقد والعافين عن الناس ماشي عاش نسيمن أما ذي نسيمن ماشي ذي نسيم أستعفوض خطر غص إذا مرضى تسعيوه درجة أكثر مالي للعبدون لا ذي نسيم أكشيني هذا استعفوض واسلام دي الإسلامي ديننا ذي كعفو كذا القيمة تسكن أذمن أذمن الإسلام الحقيقي ولكن كشيني ماذا قلو تعفوض على كشيني نسيم وتعفوض على ذا شوك أنا إذا تسكي ضغى الإسلام شو أشوى الصيفة غازي تسكي ضغى الإسلام ماشي سلف سام ماشي سوين دي تبان نشوف الله لا سلعام لي كاد فانض باللي ذي نسيم يقدش دي الحقيقة لقد تعفوه يقدش في عاد أما كان نقارن كل ذي الله جنة المقبيل هتش في عاد تشرنين هتش في العضي ذولار خطر مكي أغضي الله ربك يغطي علي عاد الله أكبر كان غيث مثلا إذن ثبيد قرنك العلماء النغة إفلسنا رضي ربيع إنه يحمد يقار خذي العفو لنويثي تفسير خذي العفو العفو دي من تيد القرآن الكريم دي سورة البقرة إنه ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو أجو وزمير ذا رانا تحت شو مضيعات شوين مو زمير ذا أدي يخذ ماين لعدي أين ميك زمير أدي في كتير جفيس أين ميك زمير أتسق العاص شوين أدي في غندقس أما ذي القول أما ذي العمل ذو قيمة قرن العفو كان أيض مثلا إذن كشينا تقوياك أتسقى فيض أتسقى فيض يعيف هذا ربي إس يعفو وكشينا ماذا قلت تعفيض تجد يحقيك تعفيض أتعقيض بلي أقيك ثم بلار دوينك نتيك زمني ذيك أقيك ثكيضة سيوينك نغيك حر منك نغيك أقيك تعفيضة سيوينك نغيك ضي منك الله أكبر كان أيض مثلا العفو العفو من مكارم الأخلاق شاشاشيث ذي الأخلاق ذي الصفات ذي يفرارن ذي الأخلاق ذي يعفو زرت الرسول صلى الله عليه وسلم وشبيح أسميق روح على مرثا الطائفة يشوف انت دي مكان وذان تدي مكان وليش نشو سخدم لا راه ولكن يمي يروح على مرثن الطائف باش اذا نسكن لا اله الا محمد رسول الله يبغى غنى ثنيه في غريدي سيش بلي غادي نشر الاسلام ولكن وثي دارينا لا ثيري في العايم ارجمنتيد في كنز ودانس دي وردان ارجمنتيد جرحني دارنيش ولكن اهل طران غسكنين الجساس تي حديده من ولكن اهل طران يزعف انت اهل طران ينغني اهل طران ينتقم مثل نفسي تينس الشيطان يكتش انت يدي تبوشين العبد ذي انت قمين يك دوال غور كسر حذا ذي روح إلا قد استرد إلا قد استرد ذي نا غور كاتش دوض إذن في سيثين غور كاتش دوض ذي فغين إذن في سيثيك أبو بكر صديق رضي الله وانهم يشتمي ثي ديوني ثي دي كاثة ثي دي كاثة ثي دي كاثة سواوي وسيرالا ولكن إلا نبي صلى الله عليه وسلم غير طرفيس وتزموموك صلى الله عليه وسلم وسيرا لنا واي ولكن كنين التحاول ورقز نين يغيد في الناس أبو بكر سيمسلين يري استغريت سوا وينين يكرد النبي صلى الله عليه وسلم يكرر روحي جاث يخيع أبو بكر صديقين ذا حبيبيس ذا عزيز في الناس ماشي ولا شو يحمي ذي الدنيا ثمان سا إني سا رسول الله خري دينا كامل تصاد تزموم وقضم بعد ميد إمد انتقاض كر إني يا أبا بكر إني سا كرست هالدرد كان مرة أكد الملائكة على زدي ترانا من الناس دي تسلم كل ويز درنا ملائكة إني سوى لك ناس ميدون تقضك شيني حبسن الملائكة روحا الشيطان يديك شمال أمكان إني سنكوت غير مغارا دايلا الشيطان
سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم مثل جرحان يقول ضد ريون كان مقارن قرن الثعالب يقول ضد ريون. ولكن خزرت كان يتمثل ونك شمال هذه التفاصيل دي يعني الرحله يجي نهضر شي دي الدرسه مزورون في الدرسه كي تغى بدات الجزء الاول يمد يقول غارو يد يقول غارو امكاني ارو امكاني دينا يمقلا كان غير ني ولا يوت السحابه يفد جبريل عليه السلام ينيس يا رسول الله ينيس وقي ملك الجبال وقي الملك ذرار انت قد وين ملك الجبال يا رسول الله سمعني يا رسول الله يا محمد يا رسول الله ان اسمي عجبك تسمي غير ذرار كيف لا ثلاث نسمي له ويجي دخل منك كي دي جرحنا كي ديال انا كثير اللي ثاقين ديري ان اشتاد الشملي راه فلاسني دور رجع يا ولد شكر يا ديك سن صلى الله عليه وسلم وين مرسع جف هذه انتقم انتقم ايماني صدي انتقسوا واي كل شيء يمحى ولكن الناس لا يا ربي اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون الناس ربي هدود القوم انه تمزر فيه فرال هذيك سن ويفرال هذيك سن الرسول صلى الله عليه وسلم غاس خدم الناس دنشتن ويفرال هذيك سن الناس وقيد القوم انه وتستنى ينظني هذيس اذا عيسس الهدايه الناس اللهم اهدي قومي ويفكيسن تبريرا الشبان فيس تخدم انا كون شتني الناس ديال الجهل شنو نخدم انا وما كيتجرى حنا عني غايدر انا كاكيا الناس وقيد القله الفهم هذا القله العلم يسيد يدخل منك إن شوفنا لك على سيد ربي عاص الله أن يبعث من أصلابهم من يوحدك أذكرنا هدك ذا من السنة قدر يشهد لا إله إلا محمد رسول الله ولكن يتشقع ذي ده سيد ربي بشدة ربي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إن سيد ربي غسن تشبك الصفية جنديري وفعلا السجع أهل الطائف ذي نسي من ما شاء الله كان يتمثل الرسول صلى الله عليه وسلم أسمين السوف أنت دي مكالم وكرمان وذنت ذي نام نغان مدوكيس نغان حمزة ذا عميس نغان يقد ديك شمل الاسلام دي مزوره اتسيا ان غانديكشن والشوف انت دي مورثي الشوف دي مكه المكرمه وتبعت الجيرات غير المدينه المنوره دوك سكواس وي 8 ديال الهجره سيدي ربي نصرف يا رايج ديال القويج يكشم غير مكه المكرمه 10000 ديال الجندي يقول غير دينا لو كان شي عجب سي محق سنه المحق ولكن انتصر اثن في سيتينس ان اش ما تظنون اني فاعل بكم قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم قال اذهبوا فانتم الطلقاء انيس داش الجا ماذا ونتخدم لان الناس دي خير ديك مثلا غميس نجي مثلا حاشا الخير تخدم انيس روح اقل اكون عافي غوني مره وقيدوا شبيح ننفي صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه مثلا الا وي جالس ديون صحابي جليل خطر نكون يوم راه سيدي ربي سبحانه وتعالى باش ادنكش ذي الصفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجت دي الصحابه جنافتي نثني كنت الدين في صلى الله عليه وسلم غير دي مين دي الصفات نس ونزر دي الصحابه الكرام كنت دي الصفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ادي قال سيدي ربي قوي سبحانه وتعالى الا وي جالس ربيع الاسلمي رضي الله عنه يزيد شوبي الى ابي بكر الى ربيع الاسلمي من بعد يروح ابو بكر الصديق رضي الله عنه يمير بير يندم كمسينا كنا ويا كيف يروح على الغرس يا ربيع السمحية إن شوك تسمي غيرها إن شريده وين غيد نضاي إيشين نغاكر إن شوك كثين سارة غيرها أم يتشرو ويروح يتشرو خزر كان إذا لذ وينك يتضي منك نيه ولكن دنسان دنسان يسينا يروح الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن يصدي فغس لربيع إن غس يون وبر أذي عيثرا ضي فغس يعفو يقذي يعفو السولة سيدي ناس يا ربيع هذا شو قلنا قال كذا أبو بكر إن يا رسول الله إن يتكذب وكذا إن يصير ضي فغس تسمح إن يس نعم إن يستوب بعدوك إذا استعفو ثو غرث مسب ثو عرق فرق وين ما قدر ضي فيون سماحة وركذا تر هذه ذي المجرم يضيف وقت تسمح وركذا ترى إنس يضيف وقت تسمح أي شيء مفلس إنس ترى تروح ضغر غرسة استنضعف الله عنك يا أبا بكر يروح إنه ذافيد يطفي ضغر غرسة حفظنه إنس عف الله عنك يا أبا بكر وذينا وش بيحن نفين صلى الله عليه وسلم يجي يغديون الحديث وش بيحا ديقار من أتاه أخوه متنصلا فليتقبل ذلك منه محقا كان أم مبطلا فإن لم يفعل فلم يرد علي الحوض إن دوينا دروحنا وما دروح جماك يعرف ذمك شكل دي ضيف السماحة إن د إلا قد قفيض ماذا قلنا ذا حقي قد قفيض ماذا قلنا ذم سفطي قد قفيض ذا فقد السماحة إلا قد قفيض أتقفيض السماحة إني صد استعفوه إنك ماذا قلنا وتخذين ذارا إن يكون كسين غوية السين فنجور بيجي مؤمنين اسمع ارملين المؤمنين قد حب ربي غجع ربي ديك سنه مثلا غال حوض ذي الجنه انك واقين وين ما ضي بسمح وسي قبير انك تي كار يدي وتشير يدي دينا الله اكبر كان مثلا بلال بن رباح رضي الله عنه وارضاه الناس ابو ذر الغفاري رضي الله عنه انيس يلقفي شو وين الناس مش تفركات ابو بلال بن رباح ذا حبشي
رضي الله عنه وأراه خسر غصة ماشي دود ما فركان يكسكن يقلنا نغذى شبحان ماشي ذا نشتاقين إذا نشي قودا ندي الكعفة نشي قودا ندام زوارون قفدن يقلنا الله أكبر دي الكعفة. الرسول صلى الله عليه وسلم يسلي ياسي الناس ولا أمكيتك شمض غال الجنة ذام زوارو يا بلال أمكي شي غير رقضيك غال الجنة ذام زوارو يا بلال ذا شيط خدمض الناس يا رسول الله الناس كل إحمل ذي قمص الوضوء مري قمض الناس مرة توضع أتوضع سنة الوضوء الناس دائما جمع تشجر سنة الوضوء الناس ذا نشتاقي تخدمض يا ركسي ذا ربي شي غير رقضيك غال الجنة أقفل وياض نظر الناس أبو ذر الغفاري ما مستفركاتي سينا يروح بلال بن رباح يغضي في حي يروح على الرسول صلى الله عليه وسلم الناس رسول الله أبو ذر ينيد أم مستفركات يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يروح دار ورس يسوي لسيد الناس يا أبا ذر الناس تنظر الصحة يا أم مستفركات ذي الناس الصحة طر يكذبوا ياش الصحة بس عنا رثم سلتقيهم حاجة الصدق الناس الصح الناس ناس الناس ناس ويجي الناس إنك مرأة فيك جاهلية إيش قرر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس كشريون ورجز مازال جاهلية ذيك سميت مثلا شيء مقارن أول قل جاهلية مشي في دينار كان وش بيحصل صلى الله عليه وسلم فصل الأحاديث يدش تبع وأول قل جاهلية وني خدم العنصرية خدم العنصرية وقيد ذلك كان وقيد الشبحان وقيد مورثينا وقيد مورثاقين وقيد ذرومينا الفرق في الدار تفرق وقيد ذروم وقيد ذروم أسعون العنصرية أصدقي إكره يضطر بين يون الكره وحذ السيد مثل وإنك نكسع لك العنصرية تقول نشتاقين إقاد إذا نكشم غير ذاقين ورش فلان نثن ديه إنا فلان ندقين إقاد أكد نكشم دار ذاقين إذا مؤمنين إكشم إنك سيد ربي إنما المؤمنون إخوة إن دث مثل إلا ولش كانت سنة ذرا نيجي القياس نظن الميزان نظن الوزن نيجي ونشتاقي كامل كاجي وذي لان ذي فرع ودكشم لا غير ذاقين دث مثل نغمين آدم مولي نادي نشيمن دث مثل نغمين آدم أنوث أذني دنشكشم غير الإسلام أذني دنشكشم أذني دلوين غير ذاقين أثني لان دث مثل نغمين آدم أذو غين دث مثل نغمين آدم ومن الإسلام أنجذي يحقنا أنصفر أذني همسلين العاية أدوين سيري الهان غير غورنا وتشوينا ري بيا غير غورنا أنت بعد فريد الدين بعد شويني بيا غير غورنا ان بدات تسرنا في الاسلام نسمى شو الاسلام بريء كل البراءة تقول اشتقي التيث مثل الناس انك امرأ انك امرأ فيك جاهلية فزر كيف ما اول قد انها كان مثلا تقين العنصرية سيقر العفذ اسخب يونس تير ذاقين وين يسخب من المسألة العنصرية يقين يزال نغيزوم نغيزكين نغيحوج نغيكن يفغو يخدم يسق بيا ربي الرسول صلى الله عليه وسلم يقاب من دعا بدعو الجاهلية فإنه من جثي جهنم نناش يا رسول الله وإن صلى وصام إنش وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم أما يزول ما يزام ما يدعي من دين سيم كل شيء روح أذي وضر دين أذي يفو سايد شيك خدم وسايد شيك سيم أشي ما سيد ربيت خمضك شيك شدع ونصورك كش نتسخدم تعرفين كش تسخدم ذي ذي المال تسخدم قالوا غورو بركان دوش بحان قال ثمور تصيد كان يتمثل دين أبا كان سينا سلمان الفارسي نسبة الإسلام ذاذان ذا الإسلام كيف مثل إنما المؤمنون إخوة دائما أسنقر تمسلتي ونشتقي كان مثل مبادر إميز دينك نوالقين إن خزرت كان مكيسي حسب أبو ذر الغفاري إن يقول همر يكني كيسا قارو يخير ولا نميد إنك إنك إمرأ فيك جاهلية عم كي يخذ ميمانيس وورقز دينك يحميين يحميثم في طيش الرسول صلى الله عليه وسلم يحمي أبو ذر إفقد غير فرن أرر مني المدينة المنورة يرغر مني يروح يسر سمي يسر شوف النار من يرغان ينس ويقول ربي ينس ودكس غدا ما يجي حاشا ما يعرف سيد بلال بن رباح ذي الجهة ذقميك قويسي من بعد روحنا لبلال ننسي يا بلال يا تزال شيك خدم ومدكوليك خطر مين يدفون كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينس يا تزال يوفاتي دي سرسي أما يجيس أفرمر يارغان ينس ننسي لقات عفصد باش ديكس ينس اك عفصد ينس والله ما يتكسد قروي ماذا قل عفصد ينس يهدو إذا تكسد ما يجيك أتكسد ما يجيك أفرمر ينس والله ثورة ذات سرسغ أركن طرغي ضرارغ ولد الكيني أمو تكسد ما يجيك ورتي تكس ولد الكيني روح نغار الرسول صلى الله عليه وسلم ان الناس يغط زرد شل خدم لك ويهد يقول ذا غرسن الناس كرث إشارة واحدة الناس كرث كرن كان مثلا وقيني ذي مؤمنين وقيق حب ربي ويفيد يفيد يفيد يتسكر بي هنا غير ذا يقوي ما قرص شي من نشقوي نكوني ذا يقوي ولا شي من انت هنا شي من قال ذا قال شي من ساري فركه دي شينا شي من نقول غير زال الدريانا شي من كان نخدم كامل لا فين دن حلاسي فسنا اي الحلاسي فسنا وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير الله اكبر كان مثل إذن ثقيد تعقيد باللي العفو الصفان يقحوب سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى راح بذلك أي ثمزوا فتسقوا ذات سيد ربي خطر سيد العفو وماذا قلت تعفيض ذكي يفذ رحمة ذي الجهال إما ريون ذي الجاهل أم كاس تخلمض أدن تقم ذي الجاهل أستنوا التموسنين
مو كيضر راه يضر العبد النظام هذا راه مسلي العيف عفوا داك الشيء اذا تصعود الرحمه الرحمن ديال الجهال الله ابو الدرداء رضي الله عنه ام كيشينا يون ايش العيف اذا كان شتميث اذا شو ماشينا اني سواقي اني شو الزري دار كرا الزري بلي لو كان نمسفها ما خير كيديك اني اك اين تبغوا تعصوا سيدي ربي ديين اني شنو شغل راني كنشغوري الضوا سيدي ربي ديك اين تبغوا تنضيثيد كوين نديري والحشاين العاين أرنت سيد صغوري كش تعسل سيد ربي ديان كنين أضوع سيد ربي دي الله أكبر التنغة يتمثل إذن الشعب رحمه الله أم كدينا يولن يون كان إلى هذه خطر ولاش العبد نسعر هذا وين مش نسعر حسدين لنا كدونيت وصار جرب اللي العبد كذا وقمن كامل كل صفان سعى سعى العبد العبد شيء فعل الله يهضر بالجميع الشعب رحمه الله إنس يقرد فلاش يون أين يخذي مره التهميث ذا التهميث التهمس وين يخذي مره دوش يزينا شعبي إنس ماذا قلت الصحة يقد قرد كفلي ماذا قلت الصحة يقد قرد كفلي طلب هذا سيد ربي يعفو إنس ولكن ماذا قلت يكفيد قرد فلي طلب هذا سيد ربي يعفو كشيني الله أكبر أكان يثمثن وماذا قال لان خزرت كان مثلا ماشي حاشا قاد ونزمي راه اجعفون ماذا قالوا زمر دستر تغرفيون هذا استعفوا وين تمسات لان وحدش ولكن يعفون ما في زمر دستر ولكن كتشين جد يحقك وستر إنك دينا أتحمد الله سيدي ربي هذا تشكر هذا باللي يفكي قد القدران إسا السر ذي وإنك نين كذور نك نين السر ذي المدى الرينس ولكن أحمد إسا تحمد الله سيدي ربي تشكر ذا شويت ذعفو غير استعفو سنة حمد الله كربي شكر كذا يدرك أن يجيب هذا سر ولكن الحمد الشكر سواش إسا في دفقنا ذعفو غير استعفو الله أكبر أكان يثمثن أنظر باللي وإنك نين إمشارين وإنك دخل من الشر ودي ذكاذي مؤمن يعني الإنسان المؤمن يتستحينا ربو دي ذكار وين ندير ذيك الشر حشد قم شر يدي ذيك الحسد حشد قو حسد يدي ذيك ونتسمي لنا الإيمان أخذ الحسد الحسد أخذ الإيمان وتسميينا لازدخي إيمان هذا يلذ الإيمان وإيمان هذا يلذ ذي الحسد ولكن باش هذا مليلين ذخر جيون وول وتسمليلين رزدخل كان يذ مثلا إذن العبد النين إيم شرين محقور مسكين ذا شاستك ذا زاري العبد بعيد عن جربين جون المؤمنين المؤمنين ذي مشرين إليون العالم إثلاس رضي ربي قناس الأحناف ابن قيس إنز دينا يون دي عجف ذي عجيب دي الشوفة قد قميص غير غرص ولكن نسير رواي بعد سكسنوينا نس سبحان الله كرا خزر كان كرا سنغ مرة وكد يخزر ورد خزر شي لي معناس إنيس والله الذي لا إله غيره إنيس الذي حسبه يحسب له إنيس ما يحسب يوك ذي النعمة كامل خطر على حسب قوين دي فغند قمي وإنيس ويقارك الميزان الله أكبر كان غير مثلا اكتشين خطر اكتشين يقدر حشنا في يقدر وصار جيرانا كي يقدر وين سعر القدر إنك لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال وين سعر القدر وثيت السلالة وين السلالة القدر إيش وثيت السلالة القدر الغير إيش الله أكبر كان يثمثن إنه الأحناف ابن قيس إنه مريلين العبد إنه أفيغد أين ندير غرغرس إنه قرث الميزان انتياثة ثياث الميزان ثياث عيسى إنه ماذا قال لو فيغد يقري يفهم إنه ده قدر على حسب الفهمين إنه ماذا قال لو فيغد دوي فهم ويقلا إن دوز مغات صبغ ماني وغار غرس إن دو ولكن ما فرغت كيف كيف عن كيدس إن دو السني إن دو إن أذاتي فغ إن دو على خطرات زبير غال عفو إن كراسي عفو أكان يث مثلا إذا حبيب النسيد يا ربي الجنة تسعة الثمن إلى قناع قيكا أي نفغون كيث ولكن الجنة تسعة الثمن ناس لذرار بن القعقاع إنيس يون إنيس والله لو كان دين يون ووالي نسر تسر عشرة ووين عشرة وبين ذا شي سينا الذرار رحمه الله إنيس الكينيا والله لو كانت أدينا ذا عشرة وبين نرسل ذليو الله أكبر إن الشعب رحمه الله إن دودو في غير إما غادي سخون ماي خير وتدو في غير سخون ماي خير إن دو ولكن تحارف غفلاس وتتسنعي إن راح شيء العادي السواد إن دو سنعي غير يون باش هذا تينعي وخدم غير ندير باش السعودية الرحمة إن تخدم غير العادي باش هذا الرحمة كان رتشاوضا رحمة رتشاوضا كان يدي حبيب النسيد يا ربي الخالق سبحانه وتعالى كان يدي مثلا تيجين الصفات يقحوب سيدي ربي وتيجين غير ديقون وش في حنا نفي صلى الله وسلم يقتدي نجبد خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاهلين
إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إن دروح إن ديش قاعد يضربين إيش قاعد يضربين باش أضرب بغل الأمة يجين. إم دينا خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين. خذ جد في على الأمر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ما يديو مرسوا نشتقي. ولكن صلى الله عليه وسلم كي دينا إن إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. إن تصير بيوم مرد المؤمنين سوين يصير يوم مرد الأنبياء الرسل. المعنى نسبلي أين دينا خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين. كل إنسان مؤمن أغدقار كل يوم رجع يا رب إن شاء الله مؤمنين أيت مدر كل يوم دي الأصدقار سيد ربي خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاهلين كان أيت مثل أتسمرض أتسمرض سل معروف أتسمرض شويني الهان أصنع صحظ ويني ويني سكن نفريد الخير يسكن نفريد الخير أدي يسعو لاجر قلناك نين يتخذ منك نين بلا ماذا ينقص لاجر يجي نسا أكان كدي قروش في حنن فيه صلى الله عليه وسلم حاشين دي فغند قميك ذي العلم حاشين دي فغند ذي النصيحة خطر الدين النصيحة ما تنسح ذي قمك نسيهم أينك نين غير يخذ مكنين أينك ناس سفهم أينك ناس سكن ذاك نين أين تفغوث كيث دوني ثمرا أكو واثي دي تسجاني وان أذي خدم في الله غصم ذي قلان ذا فيس دي الأخر في قلان الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن إذا مات ابن آدم مريم مثي ابن آدم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له إذا مريم مثي عبد إن العمل يسكو يفوق مرنك إن ولكن حشا ثياثا صدقة جارية ما يخدم العبد كله المسجد المشارع في سبيل الله إي مغفن سنفنو خزرت كان يذمث باش نزر بلي ماشي ديني لاند كفاس سنغ نلفاس وثن حرك راه يسنغ ولكن ذي نقدم غير الزاف يسنغ اكا صدقة جارية يقد وعلم ينتفع به العلم ما تجد خلو امسلين العيان غير العلم غير حاجة تفهم الجيل تيحكو الجيل إلا كنا غادي نخدم غير فافيس إن دوا ولد صالح يدعو له ما تسعود دارية حيلت أذك صوضن أذك صوضن يعفو يقال وأعرض عن الجاهلين جهلا إلى قدسني أخر يول خصت سيد ربادي قال فأعرض عنهم وعظهم ماشي ذلك زمان تيك زمي ونوف زمارة ماشي ذلك زمان سيمو تيك زمارة إن زمو تيك زمارة دي يعفو النظام ولكن أمسلي العين يتم غاية وسقرر بلين أين دنيغ أبوريان دي تونغي دنيغ لا ما دنيغ قال الله وقال الرسول مثل دنيغ كشي الواجب يكي يقول خلاص ذاين ولكن سيد ربادي شكش من الدقيق ويقول كشين المهم كشين ولكن الجهال وإلى قاعدة تصدون في غميتي ينسن وإلى قرن أتضرت للديسكوشيون ينسن كشينا أدنى ذا مسلاي العين ولكن أتضرت تعديد خطر الجهال وزارة دشارة دي فرند دي جمول سن يقرد سيدة ربي قويس وإذا سمعوا في المؤمنين وإذا سمعوا اللغوة أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين كان يذمثل سيد ربي سبحانه وتعالى في كيس زري الإنسان المؤمن الذي يرفض يرتقش القمينس إني الجهلة سبحان الله إن سيدنا موسى إن سيدنا ربي كسين هذا ونوث نسع وغرا كسين حسد ونوث نسع وغرا كسين إذا يسعى عند الشغل نسع وغرا إن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إن قالوا كان أثنك صغير كشين أثنك صغير كيني نيس نكيني سأغذى هذا ون أقضيه كشيني اخترت كان أمكاك صغير هذا ون كيني سأغذى سيد ربي أنك سعني هذا ون أكثر تهمنتي سعميش سيد ربي أنك سعني لا صاحبة ولا ولد ولكن تهمنتي سعني وقالوا اتخذ الله ولدا أكيد كان يدنان إن الرسول صلى الله عليه وسلم ندورش وكزمان إذا يصبر إلى ذن أكثر يصبر سيد ربي سبحانه وتعالى سبحان الله كان يتمثل يقرد لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولد وهو يرزقهم ويعافيهم إن يكون لشو كزمان إذا يصبر إلى ذن قوينيسيا أم سيد ربي سبحانه إنك الناس يسعى ميس ونتمزل أنسان أذن يرزق وأذن يتعافي الله أكبر اليهود ذا شو مثلا وقالت اليهود يد الله مغلولة سيد ربي ذا مشحاح لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا إليك إننا سيد ربي ذا الفقير ذن كنين إذا الأغنياء كان يث مثلا إذن ثقويد وما حد سم أدفض وين أرك حسدن قدور ذي مانيس وين أرك أريه ذرن فلاك قدور ذي مانيس ولكن كشين أبل أدم أتعقيد بالله إلا قد الجد يحقيه إيا قد سفرض خزر وإن تصبروا وتتقوا ند ماذا قالوا كده ذو الرأس سيدي ربك يصدر رأيون كده صدر في إثال عوذ حاشا ماذا قالوا كتباك سيدي ربي ولكن مكتش كتباك سيدي ربك يصدر رأي يقردوا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط كده قال سورة آل عمران ادي قال ماذا قالت صفرم وإن تصبروا وتتقوا ذا قيمة دينا وتتقوا معناه أتصفر معناه أتجد يحقيك معناه أتعفوض أين تفغط شيء أنت مزغنك أوليك هذي يوسع خطر سيدي ربي يا شرن امكان الشور سيدي ربي يوسع وامكان الشور سيدي ربي كيفاش يقدر
ثيق ما يدينا ولا 10 تشفض 10 وبيت فيه مشيره الا دي ادي قال ماذا قال لك شي نتجدي يحقيك ثافر ها لا يضركم كيدهم شيئا الكيد نسنو كيد كيد صودارين دا خطر ديال القبضين ومن لا اله الا الله محمد رسول الله كان هي مثلا اذا السيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ادي قال خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وقيت وقيان الوصيه غادي في كسيد ربي سبحانه وتعالى لكل انسان مؤمن اسي قال غير دخي كويس اي خطر ذا فريد ان الرحمن ربي ذا فريد ذا فريد الجنه بطوله الانسان بطوله الانسان ذي الدقيقه اللي تنقالوا في غادر دونيث يا غدر دونيس ما ردي عدي الشريط من الاعمال اللي والله الذي لا اله غيره هذه الدقيقه اللي غير الوقت اللي غنقارو في سكرات والموت وقبل هذه غدر العبد دونيس هذاك لا دعدي انا ما كنتش مقايك اللي في فيلم نكون ما شويه الفيلم هذاك لا ردي عدي الشريط ولكن هذا بلاك هذاك الشريط الشريط دونيس ما ردي عدي ما تنزيه هذه طفى شحال شحال ولكن واجي بعض ثواني فقط كلك سكوند اري طف الحياه الحياه مبافيش ما رانا ردي عدي الزفس ارضي زور ماذا العيان يخدم ماذا نغدي ندير نخدم شحال العباد سكرات الموت تفضي تصلصا تفضي فرح خطر الروح حبيبي عزيزنا وينك نك تقواد وينك نك يهجع الزاث يهجع الزاث الناس ابو حازم رضي الله عنه يمثل دي سكسر خليفة المسلمين الناس شو من تقواد الموت الناس معلومة تقواد الموت الناس هاي خطر تحميهم اينك عمرن اينك عمرن وذكرهم اينك خلون فعمر الدنيا ثنون تخلهم الاخر ثنون ما حدش ما تذكرهم اذكرهم يموت اي خطر اتصوح حمد قويني ثامر غير وين تخيام اذا الوقت النيم ذينا غادي فان ولا نويض اللي ظن البعيد عن جربي جي مؤمنين فيه سكرات الموت كي نخذي مع راك الخير الدوني في وكو ماشي ديون ماشي سينا يا مثلا يقنع عقلك واذا كي تحضر ذاك انا العباد تحتضر ندير الوقت ني تصفد ماشي يمسلين نسل ماشي دي يمسلين من ولا غادي تفغن كي نخذي مع راك وين العايد تدرتينو الله اكبر كان هي مثلا باقي هي عبد ديال اليوم اللي قدم غا الوين يخدم كل يوم من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد الوكو كاع فون دي دوني ذي عيفاذ مره نيك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو كان جد كون وتم تسثر يا عبد دي دوني النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتم تسثر ولكن يموت واش في حنا النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام يصب دغرغورس ان يسال كي قرش دي ربي عايش ما شئت فانك ميت عايشين كاجفين ولا قررت مثلا عايشين كاجفين لا لا هذا ارقويني الموت لا لا هذا الشعرين سماذا قال لي حوسه سكا يقدر حد يشدوا يشد المسكين خاطر كا ندرد وفغينا اضغدر ندوني ثقيا انت في الحقيقه انت في غط روح عاد شي كذا تحيوضه شي كذا تحيوضه شي كذا تحيوضه يقول شي كذا تروح عيش ما شئت فانك ميت وحب من شئت فانك مفارقه حمل وين كاج جنو ولا قرر تفارق اضخم ضين كاج جنو ولا قرر تحاسب في الناس يكشمد سميد يقول ملك الموت غير الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام غير الرسول قال الناس يا رسول الله الناس دي كثا في بورث اني ويا يا اخي جبريل الناس ملك الموت من بعد يكشم غرغورس يسلمت في الناس السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يا ريس السلام وش فيه صلى الله عليه وسلم الناس يا رسول الله الناس لا عمر جدوي ثغيون ديث بورثيس اقفلك ولا من بعد يكشيني تبقى سميت في ذا دونيت الناس حاشاك يميدو ثغف في بورث الناس اللي كيقر سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ما يعجبك تعيش ضعيش ما يعجبك تسرنوض ما يعجبك تسرنوض ارنو الناس واش فيه صلى الله عليه وسلم يزرى الدنيا دشوتي الناس بالي الرفيق الاعلى بل الرفيق الاعلى بل الرفيق الاعلى ان يصبر كاين سيدي ربي ذو ذميك عزيز ذا حبيبي عزيز اغرق روح كان هي مثلا اذا ثقيد الى انا عقيب اللي انت انتقم راه غير نفسي الشيطان اذا الشيطان اكسبوسين العبد باش غادي ينتقم يقرا سيدي ربي واش سمحتيش تلا عقود تسميت باقي تكلم كي تكمل الايه قلت من الحد دي سورة الأعراف يقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم خزر كان إنه هو ملك لا يبوسي كيد الشيطان باش أذا تصدقم ذات نفسي ثينك إنس عقل سميع خطر الشيطان ذا عذا والعذا كان أيضا مثلا إذا قد أسنى جيني وسنى غير سرجونا كنا أم كان قبي سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى وين يجان وين يجنجان وين يعفان سيعفو سيد ربي وين يجان دي يحقي سيد ربي بس دي خيف وذيك جرفن ويك جرفن اديني خرجوني جندي يحقي مرة اكو فوذ من ربي كامل اكو هذه مقر الجهه اللي غنصفد يشمال زيد يشمال زيد اين ساليت شو وينك نيك جاكني اذا انت قول يا انثبع اكن دي الناس اللي ربي الخالق سبحانه وتعالى ارجع يا ربي دي المؤمنين ارجع ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وان الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك واصلي واسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.